ايوه عيد كمل. بس يا ستي، فبيقول لي يا باشا انا بكره عايز اجازه. قلت له ليه يا فؤاد؟ ما عنديش مانع، لكن ايه الموضوع؟ قال لي انا رايح الجامعه بكره عايز اناقش رساله الماجستير بتاعتي. معقول؟ بجد؟ والله برافو عليه. أنا طول عمري بقول إنه عنده طموح، والولد ده هيوصل لحاجة معينة، وعشان كده أنا أديته في إيده مبلغ محترم تشجيعاً له. أنت عارفة بقى عملية تشجيع العمال دي أنا واخدها من جدي الكبير الله يرحمه وفائي باشا. بس كده بقى معناها إنه مش هيكمل معانا. الله، ليه؟ عشان إيه؟ يعني هو وحيد واحد واخد ماجستير وبيحضر الدكتوراه، معقول هيشتغل عندنا شوفير؟ مش ممكن. على قد علمي الدكاترة المرتبات بتاعتهم ضئيلة، وانا ما اظنش ان هو هيضحي بالمرتب بتاعه والوظيفه بتاعته بالسهوله دي. برضه يا حبيبي لازم نعمل احتياطنا ونشوف شوفير تاني. صعب قوي يا بهيره دلوقتي نلاقي شوفير زي فؤاد ده. قولي لي، اما الرقيه فين؟ راحت للكوافير. الكوافير ما جاش لغايه هنا ليه؟ يا حبيبي قالت اشم شويه هوا يا مامي وتفوت على صافي. مش صافي اتخطبت؟ اتخطبت والله. لمين امال؟ لابن خالتها. ابن خالتها القبط. ده ولد كويس قوي على فكره. عقبالك يا رايه يا بنتي، يا رب نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيها في عروسه لابسه فستان الفرح. فستان الفرح ده انا بوعدك هجيبه لها من باريس. هاي مامي. هاي بابي. هاو ار يو؟ هاي حبيبتي. يا سلام، وشك بيقول انك مبسوطة قوي. مبسوطة قوي يا بابي، طايرة من الفرحة. انا كنت عارف انك هتفرحي عشان الفرح بتاع صافي، ولكن الفرح بتاعك انت بقى هيبقى احلى مليون مرة بوعدك. صافي؟ مش انت فرحانة ان صافي بتتجوز؟ طبعا يا بابي. بابي انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع، يعني انا عارفة انك هتفهمني وعارفة انك بتحبني ويهمك ان انا اكون مبسوطة، مش كده؟ طبعا. اموريني يا حبيبتي. انا بحب يا بابي. بنت، ايه اللي بتقوليه ده؟ في بنت وقتها بتقول لباباها كلمه زي دي؟ لا من فضلك يا بهيره، انا معود بنتي انها تصرحني بكل حاجه، ومبسوط قوي انها ما تخبيش عليا اي شيء في الدنيا. واللي انت بتحبيه ده يا حبيبتي اعرفه انا؟ عرفته، اسامه ابن طنط فريال اللي قابلناهم السنه اللي فاتت في باريس. لا يا بابي، اللي انا بحبه ده انت كمان بتحبه قوي، وساعدته كتير وقفت جنبه. مين ده؟ فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد يا بابي. الشوفير. بابي فؤاد اخذ ماجستير وهيسافر المانيا يعمل دكتوراه. انت بتقولي ايه؟ انت اتجننتي؟ وجات لك الجرأة انك تقوليها لي في وشي؟ انت عايزه تتجوزي واحد من الخدامين بتوعك بيشتغل سواق؟ ده كلام؟ دي اخر الثقه بتاعتي والتربيه بتاعتي ليكي؟ ده انا رفضت بهواتي تقدموا لك. بابي فؤاد انسان كويس متعلم ومعاه دكتوراه، يعني يشرف اي حد. اخرسي خالص ومش عايز اسمع حسك. دي اخر ثقتي فيكي. اما الشوفير الكلب دوت فبيني وبينه حساب كبير قوي. يا بهيره روح حضري الشنط، احنا مش قاعدين في اسكندريه والله ولا دقيقه بعد كده اهو. اتفضلي قدامي. الو، انت تروح تسلم مفاتيح العربيه للغفير، والبقشيش اللي انا اديتهولك ده هوت تعتبر وقيت حسابك، واياك اشوفك بعد كده في اي حته هتندم ندم كبير قوي.